وصفتي النهاردة أحلى بيتزا ممكن تجربوها، بجد خطيرة. أول حاجة دي بتاعنا هحط عليه الملح وأقلبه، وهنا المية الدافية هحط عليها السكر والخميرة واسيبهم يتفاعلوا مع بعض. وبعد كده هضيف هنا الدقيق، هعمل فيه فتحات، وهضيف عليه معلقة زبادي، وده سر من أسرار نجاحها. وهضيف المية الدافية ومش هنقلب كتير خالص. وبعد كده هضيف معلقة زيت زيتون كده على الوش وغطيها واسيبها تخمر. الصوص بتاعنا دي طماطم، أنا بحب أضيف فلفل حار وتوم والتوابل بتاعتي، كل التفاصيل هكتبها لكم تحت الفيديو. ويا سلام لو زعتر فريش هيديها طعم حلو قوي. وبعد ما البيتزا بتاعتنا خمرت هبتدي اقطعها، ارش دقيق واقطعها واسيبها ترتاح. وبعد كده هضيف الاضافات طبعا اللي انا عايزاها، هفردها الاول هنا وبعد كده في الصينية، وهسيب ليها حرف كده، وسمك البيتزا احنا اللي بنتحكم فيه. بعد كده هضيف الصوص بتاعنا، رشة موتزاريلا، وبعد كده الاضافات، وهضيف الموتزاريلا تاني، والسلامي على الوش. وجربوها بألف هنا.